أغلب المهندسين يفرض علينا العمل بدون فواصل، وهذا خطأ، ونحن نعرف بأن هذا خطأ، لكن في الأخير ننفذ الأوامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله في هذا الفيديو سأتحدث عن موضوع مهم، فدائما ما غالبا ما نواجه هذا الأمر، وهو موضوع الفواصل، العمل بدون فواصل. فهذه يعني هذا دائما نجده في الأعمال التي يشرف عليها المهندس، فغالبا أغلب المهندسين يفرض علينا العمل بدون فواصل، وهذا خطأ، ونحن نعرف بأن هذا خطأ، لكن في الأخير ننفذ الأوامر. لماذا خطأ؟ أولا، الشركات المنتجة تعطيك ضرورة وضع الفواصل على الأقل 3 أمتار في العلو و7 أمتار في العرض، هذا إذا كانت يعني المساحة فارغة. لكن نحن لما نذهب للعمل في إحدى المشاريع فتكون هناك مساحات كبيرة ليست فيها نوافذ، حتى إذا كانت يعني إذا كانت فيها نوافذ أو أبواب أو شبابيك فلا بأس، يعني تلك الأبواب والشبابيك قد تفرق بعض الشيء، لكن بعض المساحات نجدها فارغة ومع ذلك يفرضون علينا العمل بدون فواصل. لكن ما هي نيتهم؟ حسب ما قرأته في الكثير من المهندسين، يقول بأن ذلك الفراغ ربما يدخل الماء، ربما يعني كأنك لم تعمل شيء في ذلك الفراغ، لكن بالعكس ذلك الفراغ مملوء، وطريقة لصق الفواصل فيه تكون طريقة مختلفة. سنرى إن شاء الله في إحدى القطع وضعتها هنا في هذا المكان، وحتى هذا المشروع طلبوا مني العمل بدون فواصل. أنا أردت يعني عملت الفواصل في القطع يعني ليروا السمك، ليعرفوا يعني السمك الخاص بالمنقوش. فكما قلت هم يعتقدون أن تلك الخطوط تدخل الماء، أو فقد الماء يدخل بينه وبين الحائط وقد يسقط فيما بعد، هذه هي نيتهم. لكن بالعكس، لأن تلك الخطوط أولا تساعد المنقوش في التنفس، فهو فيه هذه الخاصية، فيه خاصية التنفس، يجعل الحائط يتنفس، لكن تلك الخطوط تساعده أكثر. ثانيا، من ناحية الماء، فمكان الفواصل يكون مملوء حوالي 2 مليم وبدون حبيبات البوليستير، ويكون يعني يكون رطب جدا. شيء آخر، إذا كان هناك أي إصلاح، يعني فيما بعد ربما يكون هناك أي إصلاح، قد تصلح تلك القطعة فقط. فهذه يعني ميزات تلك الفواصل. فإن شاء الله سأريكم الآن ونشرح يعني في ذلك المكان. كما ترون هنا في هذا المكان وضعت هنا بعض القطع وقطع من الجهة الأخرى، فهنا يعني وضعتهم لكي يرى يعني السمك الموجود في المنقوش. فكما قلت هم طلبوا مني أن أعمل بدون فواصل، فلاحظوا هنا إخواني، لاحظوا هذا هو السمك يعني الذي تحتاجه الفواصل حوالي 7 ميلين، وهذه الجهة هذا هو السمك الذي تلصق به الفواصل، يعني من 2 إلى 3 ميلين تلصق بها الفواصل. فهم يرون هذا الفراغ فيظنون أنه يعني يصل إلى الحائط، فحتى الملمس فالملمس لهذه المساحة يكون ناعم جدا، لأن الفواصل يعني من البلاستيك لها ملمس ناعم، فيكون ملمسها ناعم جدا، يعني الماء لا يمكن أن يدخل في هذا المكان، وخاصة المنتوج، يعني خاصية المنتوج أنه طارد للماء، فلا يدع الماء يدخل نهائيا. وأهم شيء يعني لهاته الفواصل، يعني أهم ميزة أعتبرها أنا أهم ميزة، وهي التشقق، يعني كلما كانت مسافات صغيرة بين الفواصل كلما ساعدت في عدم تشقق الحائط. ومن هاته الجهة أيضا وضعت عدة قطع، وأيضا في الأعلى وضعنا عدة قطع ليروا حتى نرى اللون الذي نمشي عليه.
وكما قلت يعني أنتظر المهندس لأرى اللون الذي سيتم اختياره. فهذا هو المشكل إخواني. يعني أردت أن أوصل بأن على المهندس يعني بعض المهندسين الإصغاء إلى الحرفيين لأنهم أهل الاختصاص. السلام عليكم ورحمة الله.